كما انتشر أيضا مقطع فيديو يظهر لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة عقب انتهاء العملية الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من المخيم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا سخرية سيدة فلسطينية من حجم العدوان الإسرائيلي في جنين في مواجهة شباب من مواليد 2002. كل هالقوات اللي جايبينهم لأولاد 2002 شو ها؟ دولة دايرة وراء شباب صغار ولادة هذول كلياتهم 19 و16 و17 اغتيال هذول عند الاجانب بعدهم بيلعبوا كل هالاعداد والدرونات والزنانات لشباب صغار. طبعا سؤال منطقي،